ديفور كوليكت وتتبعت لا دي دبليو في لا ولايه دو تيزي وزو. عندنا لي غروند لي ولايه ميتروبول هذه شنو؟ سي اون فوس ريكلاماسيون شون شاك وا ماشي في محلها. فوالا. يقوم هذا الفريق العامل بالوكالة الوطنية للنفايات باستقبال التبليغات المتعلقة بالمفارغ العشوائية والنقاط السوداء أو تلك الخاصة بالتأخر في عملية جمعها عن طريق تطبيق جديد متوفر على الأجهزة الإلكترونية تحت مسمى نظيف. سي اون ابليكاسيون تيليشارجابل سور جوجل بلاي، دونك المواطن يقدر يتيليشارجيها. كي تيليشارجيها يعمر كاع لي زانفورماسيون ديالو، لو بروفيل تاعو اكسيتيرا. ومن بعد هذيك يدير لنا لا ديكلاراسيون تاعو، لا ريكلاماسيون تاعو، سادير يخير ماذا بينا المواطن يعمر كوركتومون لي شون هادوك، علاه؟ باش تكون اون روكيت ريكلاماسيون فيابل وتروح للولايه اللازمه للمكان اللازم باش ياخذوها يعني بعين الاعتبار كوركتومون. تلحق الوكاله الوطنيه للنفايات تحكمهم اللي تخات بار بريوريتي بيان سور، وتشوف اللي هي صالحه ولا لا، لا تفيريفي الصور مع لا جيولوكاليزاسيون اسكي سون كونفورم، ومن بعد حنا نبعثوها للسلطات المحليه. هذا التطبيق يسمح باستقبال أكبر قدر من شكاوي المواطنين ونقلها أوتوماتيكيا إلى الجهات المعنية، فكانت العينة من شارع خالد دكار بباب الواد بالعاصمة للقضاء على هذه المفرغة العشوائية. خيرنا جوستومون هاد لا روكيت اليوم في قلب العاصمه اللي هي بلديه باب الواد 3 اورلوج. دونك رانا في قلب العاصمه، وكيما راكم تشوفوا هنايا حاله كارثيه. هادوما كيما اليوم البلديه هي اللي تدخلت ماشي ناتكم بلديه، لانه جايه لداخل. دونك حنا اتصلنا بهم، بعثنا لهم روكيت، هما متواجبوا بلديه تاع باب الواد توجور يتفاعلوا يعني رابيدمون كي نبعثوا لهم يرجعوا لنا ونخرجوا سور لو تيغان. بعيدا عن الانتقادات الموجهه لعمال النظافه، هذه المفرغة العشوائية أفضل دليل على أن هناك من المواطنين من يلقي بنفاياته بطرق غير متحضرة، ناهيك عن بعض المظاهر لعدم احترام الأوقات المحددة لرمي النفايات. هذه عينة تقدري مع لاكام تشوفي بلي رانا دون زان ترو، عندنا كات باتيمون لهنايا، لو 49 46 والكات خالد دكار، ياكو تشوفوا بلي في وسط لي كور تاعهم. شوفي كيفاش راهو الحاله، راهم يرميو نورمال، شغل ما يتقلقوش كاع، وسوفون ديروها هذه. هنا ما كاش دي باساجي، سي دي لوكاتير بيان ايدونتيفي، باينين شكون هذا ما كان، هما اللي راهم يرموا. حللناهم، درنا لي كومبان سونسيبيليزاسيون، درنا كلش مع الوكاله للبي ال، درنا لو تو ما قدرناش. سكان هذه العمارات استاءوا من الوضعية التي تعد خطرا على صحتهم، مؤكدين أن النظافة تبدأ من الفرد أولا. راني نهرب ما نقش كاع نرقد، كي نحل تاقة على الهواء ماشي على الطوبي، طلعت لي طوبة حتى بخوميييغ ايطاج مزيا غلقة التاقة. يا بنتي بزاف عينا، يعاودي تشوفي سمانة تعاودوا لي كيما كانت. يا بنتي روح عند جارة قولها اش راكي ترمي، تحوزك جري موراك، لازم القلب هنا يكون قلبها حي. كيما تنقي دارها تنقي دارها تنقي علاش ترمي دارها نقيه وترمي زبل على الناس. انسان مهنوك وانتم تكملوا عليه، لو كان جاوا ولادك هذولهم يطلعوا منا والله غير تزعف. انا قلتها لهم لو كان جاوا ولادك يطلعوا منا والله غير تقلق. هذا ما كان ازيد من 10000 تحميل لتطبيق نظيف منذ انطلاقه في 14 جويلية 2019، تطبيق قد يساهم في التبليغ عن كافة التجاوزات المتعلقة بالنفايات، لكن القضاء الفعلي على هذه الظواهر سيكون مرهون بمدى وعي المواطن بضرورة الحفاظ على نظافة المكان. فجهود فريق كامل لمدة ساعات من العمل سمحت باسترجاع المكان لجماله، على أمل أن يترسخ الوعي البيئي لدى سكان الحي.